ابغى رز بالمانجا الله يحميكم. اخر شيء ياخذ لك بطاطس بنكهه الخنزير. بس كذا. والله عجين. شوف كيف شكلها مغلفه بطبقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله يا رب اوقاتكم بكل خير. لا ما في العصابة موجودة، بنطلع لهم الحين بعد شوي. طبعا هذا الفلوق كثير وصلتني من اباء وامهات ومتابعين في الانستغرام وتعليقات اليوتيوب، ايش هو الروتين المسائي وكيف تسوون في الامتحانات؟ عادي في مضاربة فوق. فحبينا نقول لكم كلمة قبل ما نوريكم وش اللي نسويه خلال المساء. فالموضوع اللي ودينا نتكلم فيه اللي هو عن مذاكرة الأطفال أو كيف نخليهم يذاكروا مع نفسهم أو يعتمدوا على نفسهم أكثر في المذاكرة. طبعاً هو يختلف من كل بيت لبيت ومن كل شخصية لشخصية، من كل طفل لبيت. إحنا جربنا كثير للأمانة، جربنا كثير إلين وصلنا إلى أنها طريقة مناسبة لنا. فيمكن طريقتنا ما تناسب طريقتكم، عاد هذا شيء ثاني. لكن إحنا بنقول لكم الطريقة هذه اللي سويناها اعتمدنا فيها بشكل كبير انه يكون فيها قوة شخصية لهم وانهم يعتمدون على انفسهم اكثر. ويمكن ويمكن هالموضوع يناسبكم انتم كمان تستفيدوا منه، فحبينا نكلمكم عنه. اكثر شيء خلانا يعني الفترة الماضية سويناه او بدينا نسويه اننا نخلي مسؤولية المذاكرة عليهم هم، فيصير مراقبتهم لانفسهم في حل الواجبات، يعني ما اصير فوق راسهم 24 ساعة على الواجبات. صارت 24 ساعة فوق راسهم في الواجبات، اللي هو أول سنة يوم جينا هنا، لأنه الإنجليزي صفر، مجتمع صفر، ما ندري عنه شيء، فإحنا كنا معهم 24 ساعة. للأمانة تعبنا، لكن حبة حبة شفنا طريقة من هنا طريقة من هناك، فشلنا هنا فشلنا هناك، وبعدين وصلنا إلى أن هذه الطريقة تقريبا لنا سنتين كانت مرة رائعة وريحتنا كثير والله. أهم نقطة بالنسبة لنا أنهم هم يصير عندهم دافع يخليهم يهتموا بواجباتهم، يعني ما يكون الدافع خوف مننا أو خوف من المدرسين أو خوف من العقاب، حتى لازم يكون عندهم دافع ومفهوم كامل أنه إذا درس وش بيصير، إذا ما درس وش اللي بيصير. يصير عنده هو دافع، هو من نفسه شو أقول لكم؟ ساعدني. وشو؟ يعني هو من نفسه. شو قاعد تقولين؟ المقصد أنه نجاحك هو لك، انا اذا بافخر فيك بافخر في نجاحك، انا ما حكون مكانك. فعلا اذا نجحت انت اللي بتستفيد، انت اول واحد اللي بتستفيد وانت اللي بتستثمر نفسك. خلاصه القول ان احنا نعطيهم كلمات تشجيعيه ان هذا هو مستقبلك، لا انا دايم لك ولا امك دايمه لك، فانت انفع نفسك بنفسك. انا موجود متى ما احتجتني، موجود اذا كان عليك بحث كبير، موجود اذا كان عندك مشكله مع الاساتذه مع الطلاب، في رقابه يعني فوق، مو هو بفوكس يعني دقيقة معاهم، لكن في رقابة نتابعهم عن طريق الانترنت، عن طريق المعلمين بالإيميلات والاتصالات، عن طريق الحضور. طبعاً إذا صار في أي مشكلة أو طلبوا مننا مساعدة الضروري أكيد بنكون معاهم، لكن نحاول نخليهم يكتشفوا الحل بيدهم. يعني حاول روح ابحث، شوف جوجل، شوف أصدقائك، اسأل المدرس، يعني نعطيهم مفاتيح الواجبات ومفاتيح المساعدة بتكون بيدهم. مع السؤال اليومي بعد الرجوع من المدرسة، كيف المدرسة معك؟ وش صار؟ إيش في مشكلة؟ في تنمر؟ في كذا؟ تبين تدخل؟ ما تبين تدخل؟ للعلم أنهم عجتهم مشاكل تنمر هم حلوها بأنفسهم وكلموني بعد ما حلوها مع الإدارة، فبالتالي أنا فخور بذلك لأنه اتبعت طرق إلين وجدت أن هذه الطريقة الصحيحة، وإن شاء الله أنها تكون طريقة صحيحة في المستقبل، وهذا اللي أنا أنصح فيه. خلاص احنا كثرنا قرقر قرقر وازن ما فيه. ريما في المرحلة الثانوية، عزوز في نهاية المرحلة المتوسطة، وجوانا في المرحلة الابتدائية، وابو كشة ما عليكم منه حتى مروضة حضانة. اوكي يلا ماشي متعب مدرسين والله. فكل واحد بيحكي لكم الان، بنطلع لغرفهم الحين، كل واحد بيحكي لكم وش يسوي لان كل واحد مختلف عن الثاني. يلا نشوف رايهم وشو. ليتس جو. شوف تفضل. اي رتب كان ناوي يطلع فوقها. شوف يا رب دخيلي استحى. الحين اي كنت بقول الحين ما مداني مش تخربين الغرفة. طلط 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 طلط. كيف حالك يا بابا؟ مرحبا. عندك واجبات؟
يس عندي رياضيات. رياضيات والله ما حليتيها في المدرسة؟ حليت نصها بس بقيت كذا خمسة شوي. طيب في ناس يسألوا يقولون وش الروتين المسائي؟ فرضا انت الآن رجعتي من المدرسة. اوكي طبعا اول شيء في المدرسة انا اسوي نص هوم ورك لان عندنا حصة تقريبا نص الهوم ورك يعني نص الواجب. نص الواجب كويس. عندنا حصة نص ساعة اسوي فيها كل واجباتنا. حلو. ما عندي اخلصها كلها نص ساعة، فلما اخذها للبيت اسويها. فلما ارجع من البيت ايوه الان دخلتي البيت. اوكي الحين ارجع البيت لما ارجع البيت اخذ تقريبا 10 دقائق اصلي ألبس بجامتي، فبعدين اذاكر نص ساعة. حلو. اتغدى وارجع اذاكر واخلص كل شيء مره واحده عشان ارتاح طول اليوم كذا صراحه. طيب كم تاخذين ساعه على حسب كم ساعه مذاكره او على حسب الضغط؟ على حسب الضغط وبالعدد نص ساعه ساعه بس. طيب نص ساعه ساعه مثلا قلنا خلصتي بعد الغداء بساعه، يبقى عندك ثلاث ساعات لين الساعه 10 عشان تنام. فالحين وقتها يعني اي شيء يصير، فنصور اساعد ماما في المطبخ. حلو. ارسم، نروح المكتبه، نروح البحر. طيب اشياء كثيره. هل بابا وماما يتدخلوا في دراستك؟ لا بس اذا كان عندي شيء جدا كبير زي البحث ولا حلو حق الحرب الاولى اي طلبوا الى الان معقده، طلبوا منها بحث في الحرب العالميه الاولى والثانيه فحلناه مع بعض. الحمد لله كويس. طيب تحسي نفسك انه هذه الطريقه كويسه انك انت فقط تهتمي بنفسك؟ يس تخليني يعني اعرف مسؤوليتي، يعني اعرف ان لما صرت كذا ما راح اقدر اسوي كذا، ما راح ترتقي فوق صح. مية مية والله. طيب خلصتي من حول قوة الله بالله. طيب خلصتي مذاكره وخلصتي كذا، جت الساعه 9 10 الساعه 9 10 يصير زي الفري تايم اللي هو الوقت الفراغ. أي. راح اجرب ملابس اشوف ألبس هذا المدرسه ولا لا، بعد اجهز ملابسي، اغسل وجهي، اسوي شعري. طيب جوانا بتنقلب بنغالي بعد شوي، حكم معه. اوكي وش تسوي؟ I'm painting. Painting. ايش قالوا لك انا مطحس؟ عارف ايش معنى painting. جوانا كيف حالك يا بابا؟ كويسه. نبي نعرف وش تسوون في المدرسه. اول شيء نذاكر. واو عبالي تطبخون. طيب وبعدين؟ بعدين ناخذ اكتيفيتيز. طيب اللي هو نشاطات. لا المقصد يعطوكم واجبات تحلونها وين؟ في المدرسة ولا في البيت؟ بالمدرسة وبعدين شوية شوية بالبيت. اي نعم عندهم المرحلة الابتدائية يقفلون 90-95% من الواجبات والمذاكرة داخل المدرسة، داخل ساعات الدوام الرسمي. اما في البيت بعض الاحيان يرسلون عشان يشوفون الاباء، يعني يتابعون معاهم يوقعون عنهم وكذا. إيه. صح؟ يس. طيب انت الحين جيتي من المدرسة وش تسوين؟ اول شيء احط حقي البيجامة يعني اهم كلوز. اوكي بعدين ارسم. طول وقتها يا رسم يا كتاب يا قراءة اغلب شيء، او يعني تخرب البيت شوي معك يسوون حلف كذا جيد وبعدين يقتحمون كل شيء. والله صدق. طيب يعني ما تساعدي ماما في المطبخ؟ لا. ما نبي مطبخ. كل شيء كل مره تقولي ساعديني سوي غرفتك. تسوي غرفتك. وش اخر شيء ساعدتي ماما في المطبخ؟ اختبار. عصافير. ماما تغششك. جوانا اخر سؤال، اذا اخذتي low marks يعني درجات قليله ولا رسبتي، Who's responsible for that? Me. Me. صح يعني أنت المسؤولة إذا أخذتي درجات ضعيفة ولا رسبتي صح؟ Yeah. بابا وماما موجودين إذا احتجتي مساعدتهم؟ I can call you. وش هو هذا؟ I can call you. أيوة. دجاجة. حبيبي أنت. ناوية تسوي مثل البدروم تكملها رسمات. عندها رسمة الوردة نحو الشمس. يعني بتحترق. وعندها ما ادري في حيوان اكبر من الشجره، ما ادري وش ذا، ديناصور ذا ولا ها وش ذا. فهمت. تقول هذا الغزال وهذا الدب، بس الدب بعيد والغزال قريب عشان كذا الغزال باين اكبر. هي يعني هذا 3D على كلامها صح؟ يس 3D. ما شاء الله كفو والله بنيتي كفو. طيب الحين نشوف عزوز. بسم الله يلا لك
يا صديق. اجتمعتوا وانا اقول للبيت ليش فيه هدوء. طيب هلا، كيف حالك؟ واضح انه ما عندك شيء صح؟ ها وين المدرسه المذاكره؟ خلصت. شوف بس كذا، دائما لما اسالهم يقولوا خلصت خلصت، وانا واثق فيهم لانه ايش تذاكروا في المدرسه؟ يس. وهنا كيف نسبه المذاكره، في البيت ولا في المدرسه اكثر؟ في المدرسه. في المدرسه احسن واكثر. يا طيب، اذا خلصت الحصه وما فهمت شيء او في معلومه ما فهمتها، تقدر ترجع للمدرس؟ يا تقدر تسوي له ايميل. تقدر تسوي له ايميل. حلو. اذا انت بالبيت وفي يعني اجازه. ايوه. وبعدين يعطيك موعد. لا تبي هو يكتب لك اياه، يقدر يكتب. اوه، عن طريق الايميل. ممتاز. كم سويتها؟ انا ما اعرف عن هذا الشيء، بس انا اعرف اني انا اقدر اراسل المدرس اسال عن حالتك واشوف درجاتك، هذا اللي اعرفه. حلو، لكن انا اول مره ادري انه يقدر يشرح لك عن طريق الايميل. ممتاز والله. طيب يا مدير، سؤال، متى بابا ولا ماما يعني يساعدوك في المذاكره؟ لما تحتاج مساعده بحاجه. اذا احتجت مساعده في شيء او ما فهمت شيء او شيء كان كبير وتبغى ان احنا نساعدك فيه. حلو. بعد ما تجي من المدرسه، اعتبر نفسك الان وصلت من المدرسه، حلو، وش تسوي؟ اخذ شاور. طيب بعدها اروح اصلي واكل لي حالي اذا جوعان. حلو. اسوي هوم ورك اذا ما خلصته. وبعدها طول الوقت يكون فري تايم. فري تايم يعني العب، اتعلم فرنسي مثلا، كمان نطلع برا، احنا نطلع برا كثير فني. حلو. تعلم اورج بيانو. تعلم اورج بيانو. فقراءة، المكتبة، يعني في أشياء كثيرة فعلا يا متابعين الأحباء، في أشياء كثيرة نسويها. هذا قبل النوم ذا. طيب جاء وقت النوم، أغير لبسي زي كل الناس يعني، ما في شيء معتاد يعني، وأتشقلب في الجدران عادي. برش التيث يعني اللي هو أفرش أسناني. أفرش أسناني، أقرأ شوي، أشوف يوتيوب شوي، وبعدين. حلو، بس الله يعطيك العافية. بس توصيني بشيء؟ عندي ايس كريم. ابشر طعمك الحين، برجلك ايس كريم. ابو كشه قاعد تهكر، شو قاعد يهكر الديناصورات؟ كفو يا معليش، كشفنا شخصيتك. احسن شيء ايربلين مود، ما ادري ايش اسوي. ها وات؟ اي ما شاء الله، ايش الاشجار متلاصقه ما شاء الله يا بابا، رائعه. الحين حتحطيها بالجدار؟ يس. ممتاز. وريما وينها؟ قاعدين نهكر جوال. تهكروا جوال مين؟ لا قاعدين نشوف مقاطع. طيب ايش رايكم نطلع؟ يس. سوق سيفار. لا خلاص، مع السلامة. ايوة الرسمات جميلة، خليني ارسم معاكي. اوكي. يا سلام، ممتاز ممتاز. الله الله، روعة. يلا يا كثر الزرافات عندك، يلا ما يحتاج زرافتي انت. يلا هو في نهاية هذا الفيديو، لا تنسوا اللايك.